بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهناك ثوابت ومتغيرات. الثوابت هي الأصول وهي القطعيات وهي المجمع عليها، والمتغيرات هي الظنيات وهو المختلف فيها وهي الفروع. فالناس في هذا الزمان فلا يفرقون بين هذه الثوابت والمتغيرات، فتسمع من يفتي ومن يحلل ومن يحرم ومن ينكر ومن يدعو إلى فروع ويدعي أنها ثوابت، ومن يدعو إلى الالتزام بالثوابت وأنها فروع. فالله عز وجل ينهانا أن نقول على الله بغير علم، وأن القول على الله بغير علم هو كذب وافتراء، وهو أعظم وأشنع الكذب أن يكذب الإنسان على الله عز وجل أو أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في هذا الزمان وفي هذا العصر كل واحد إلا وكيفتي ويفتي ويحلل ويحرم. كاين أمور اللي كانت من ثوابت الناس ما كانش تكلم حولها، الآن يتكلموا في كل شيء وينتقدوا كل شيء حتى الثوابت نتاع الأمة. فتسمع من المثقفين وتقرأ للمثقفين أنهم يطعنوا في ثوابت هذه الأمة، فما أجمعت عليه الأمة، وهي ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فالعقيدة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، فلا جدال حوله. وإذا أتى أحد أنه يجادل يقول لك الصلاة ما كيناش أو أنها ماشي فرض، فلنكذبه ولنعتبره أنه مجنون وأحمق، لأنه علم من الدين بالضرورة. وكذلك الصيام، وكذلك الزكاة، وكذلك الحج. إلى جي شي واحد يقول لك الخمر ماشي حرام، فهذا أحمق مجنون ينكر نصا صريحا من القرآن الكريم ومن كتاب الله عز وجل. وإذا جاء أحد يقول لك المخدرات ماشي حرام، فينكر نصوصا شرعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أنكر أمور أجمعت عليه الأمة، فتسمع من يقول هذا حلال وهذا حرام. فالله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والناس السلف الصالح كانوا يتخوفون من الفتوى، العلماء الكبار. الآن كل من هب ودب إلا وكيفتي. وأن الناس أصبح في الزمان الترامي على الدين، الترامي على شرع الله، الترامي على الفتوى. فالإنسان يحصل على الشهادة
ثم يبقى يجمع رجليه قدام الناس ويفتي ويحدث أو يكتب الجرائد ويكتب في المواقع. فالفتوى لها شروط والاجتهاد له شروط. فالإنسان اللي يحصل على الشهادة فلا يعتبر فقيها ولا يعتبر عالما، يكون عنده شهادة في الدراسات أو الشهادة في إجازة في الشريعة فلا يعتبر فقيها ولا عالما، إنما مثقفا عنده معلومات في الدين فقط، عنده غير معلومات في الدين، لأن هذه الشهادة اللي يحصل عليها الإجازة في الدراسات ولا في الشريعة هذه الشهادة قرأها في البيت دياله أو كان يحضر بعض الساعات، فلا يعتبر هذا فقيه ولا عالم ولا داعية، خصوصا في هذا الزمان عصر الشواهد، ولا يسميه الدكتورة انتحل أو سرق البحث والمجموعة ويكون يقول لك أنا دكتور، دكتور لنفسه ولا أستاذ لنفسه. ولكن الدين له أهله، له أهله. فالدين ديالنا العلماء إذا جاء أحد يحدث فيسألونه على من قرأت وعلى من درست، على من قرأت، من هم العلماء الذين درست عليهم وتتلمذت على يديهم، شكون هذ العلماء اللي قرأت عليهم وتلمذت على أيديهم، لأنه دين. فالدين لا يؤخذ إلا من ثقة، لأن دين الله عز وجل ماشي كل واحد نأخذ عنه الدين. الآن تغيرت الموازين والمفاهيم فيسأل أشنو هي الشهادة اللي عندك، أشنو هي الشهادة اللي عندك. فالناس كانت ترحل، يعني يسافروا ويقطعوا مفاوز ويقطعوا مسافات كبيرة لأجل أن يأخذ العلم على عالم أو على فقيه يتعلم منه، لأن الدين لا يؤخذ من البحث ولا يؤخذ من الكتاب ولا من الكتب ولا من الصحف، وإنما يؤخذ من أفواه الرجال، إنما يؤخذ من أفواه الرجال. فالآن تجد الإنسان يقرأ في التعليم العمومي يقطع الأطوار وثم بعد ذلك يطلع الجامعة فيحصل ثم يترمى على الدين وعلى شرع الله عز وجل. وتجد الموظف، موظف بلا ما نسمه هكذا كثير، موظف فيعظ ويحدث الناس. تجد الطبيب اللي أقرأ سنين طويلة في الطب ويعترف به أنه طبيب ولكن يترمى على الدين، تجد حتى هو يحاضر ويحدث ويفتي. المهندس، المهندس يحدث ويفتي. كل الوظائف أو الناس على اختلاف المشاربهم وتوجهاتهم يترموا على الدين. ولو أن الإنسان يأتي فقيه لا عالم ولا أي إنسان يقول لهم مسائل يعلمهم في المسائل تاع الطب، هل يقبله أحد؟ يتكلم في الطب يقول له هذه تفيد وهذه تضر وهذه تنفع، أو يكتب لهم وصفة طبية، شي واحد يقبله؟ ما غاديش يقبله، لأنه ليس طبيبا، ما قراش وما درسش الطب. إذن كذلك هذا الدين ديالنا القرآن الكريم. واش نقرأ القرآن من خلال المصحف؟ نحفظ القرآن من خلال المصحف؟ فلا بد من شيخ نقرأ عليه القرآن، لأن هناك كلمات لا يستطيع الإنسان أن ينطق بها إلا عن طريق الشيخ، فيكون له الإنسان شيخ يتعلم عنه. ولذلك معروف السند قرأ عن فلان عن فلان عن فلان، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عن فلان عن فلان عن فلان. إذن فصار الناس ينظروا لهذا الدين وفي هذا الدين، فتجد من يتهم العلماء القدامى، وهناك من يطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا توافق هواه
ويقول لك هذا حديث ضعيف أو هذا حديث مكذوب أو هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعرف شيئا عن علوم الحديث وكذلك علوم القرآن، فصار الناس يفتون ويحللون ويحرمون. هنا تنشأ الفتن وهنا تنشأ المصائب عند الأمة، إذا كان كل واحد يفتي وكل واحد يحدث، فإذا نشأت الفتنة والفتان بعد ذلك ينشأ الاقتتال والعياذ بالله، حينما لا تعرف الأمة هذه العلم أو لا تأخذ هذا العلم عن أهلها. فالله عز وجل يقول نفس آلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لم يقل الله عز وجل فاسألوا المثقفين ولا فاسألوا القراء ولا فاسألوا من لهم كذا خبرة أو تجربة أو من كانوا يسمعون، فاسألوا أهل الذكر أهل الاختصاص. فأنت الحياة الاختصاص والتخصصات هكذا، أنت فلاح فتسألوا من له خبرة ومن له علم في الفلاحة، تريد أن تبني فتذهبوا للمهندس للتقني، مريض تذهبوا للطبيب، وبحاجة إلى استشارة قانونية تذهبوا إلى رجل القانون، وهكذا كل الإنسان أشكل عليه الأمر في الحياة فينظر من يسأل. إذا أشكل عليك الأمر في الدين فاسأل أهل الاختصاص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن الواحد إلا ما كانش عنده العلم الشرعي، عنده ذاك العلم غير سطحي، ما درسوش على الشيوخ وعلى العلماء، فيضل الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى يذهب العلم، حتى يذهب العلم، يزول العلم، يرتفع العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذهاب العلم بارتفاعه بالمفهوم الحقيقي، وإنما بموت العلماء، يموت العلماء ثم يبقى الناس رؤوس جهال عندهم شواهد، موظفين يعملون، فيبقى الناس رؤوس جهال فيفتون، يفتون للناس فيضلون ويضلون، فيضلوا نفوسهم على أنهم أفتوا بغير علم ويضلون، أي يضلون الناس، يضلون الناس. فعندنا إذن الثوابت والمتغيرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم فبنى الأمة ديالو على الكتاب وسنته، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم فيه المحكم وفيه المتشابه، فيه المحكم وفيه المتشابه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا يعني مفصل واضح محكم أصل فلا خلاف حوله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين ووضح مثلا الصلاة، الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم فعلوا الخير لعلكم تفلحون. ماذا نقرأ في الصلاة وكيف نصلي، ما هي عدد الركعات، شكون اللي بين؟ ماشي القرآن،
الليبيين هو النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الليبيين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فما أنزله الله عز وجل من حلال فهو حلال إلى قيام الساعة، وما أنزله الله عز وجل وبيانه من حرام فهو حرام إلى قيام الساعة، وما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم من حلال فهو حلال إلى قيام الساعة، وما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم من حرام فهو حرام إلى قيام الساعة. اللي بيّن الله عز وجل فهو إما حلال وإما حرام، الأحكام يعني الحلال والحرام، واللي يبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يبقى على حكمه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يجوز للإنسان يتكلم في حوايج اللي ما عندوش فيها العلم واللي ما عندوش فيها الدليل. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فتسمعوا من يقول أن هذا الزمن لا يصلح فيه إقامة حدود الله ولا تطبيق شرع الله. فتسمع وتقرأ يقول لك في هذا الزمن ما نقدروش نطبقوا شرع الله. فمن الذي أنزل الوحي؟ ومن الذي أنزل الحدود؟ ومن الذي أنزل الأحكام؟ ومن الذي بيّن الحلال والحرام؟ أليس الله؟ إنه الله عز وجل. قل أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم. فنزل لنا وبيّن لنا فقال الكذب حرام فهو أعلم بنا، فقال لنا الربا حرام فهو أعلم بنا، فقال الزنا حرام فهو أعلم بنا، وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فالله أعلم بنا. الحاجة اللي كتنفعنا وتصلحنا فالله قالنا هذه حلال، الحاجة اللي كتضرنا قالنا الله عز وجل هذه حرام. إما تضرنا الحاجة الأولى تنفعنا في ديننا وفي عرضنا وفي عقلنا وفي مالنا فقلنا حلال، والحاجة أو الأشياء اللي كتضرنا في ديننا أو عقلنا أو عرضنا أو نسبنا أو مالنا قلنا حرام بعد عليها، لأن الله هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى. نحن صنعة الله عز وجل، احنا صنعة ديال الله عز وجل، وهو أعلم بأسرارنا أو أسرار هذه الصنعة. الله عز وجل هو أعلم بأسرار هذه الصنعة. الصانع لما يصنع شي حاجة يصنع شي حاجة، فكنوجدوا في الآلات الثلاجة مثلا ثلاجة ولا التلفازة شاشة، فلما تشريها كيعطيوك واحد الكتيب، هذا الكتيب فيه المعلومات التعليمات، كيقولك توقفها في واحد المكان كذا متوازن مستقيم وتبعدها على الحيط كذا وما تشغلش الجلش يعني تربطها بالكهرباء إلا بعد ساعتين أو ثلاث ساعات، وتبعد عليها كذا سواء كانت التلفزة ولا غيرها كيف ما كانت الآلات. فأنت كتتبع التعليمات، علاش كتتبع التعليمات؟ علاش؟
باش ما يوقعش فيها العطب وتخسر، وقع العطب هذه الآلة باش تحافظ عليها، باش تكون صالحة، باش تدوم. إذن اللي صنعنا، شكون اللي صنعنا؟ الله عز وجل، فهو صنعنا. صنعنا نزلنا التعليمات، التعليمات خصنا نتمشاو عليها. فين هي التعليمات؟ هو الوحي، هو القرآن والسنة. قالنا تبعوا، تبعوا التعليمات نتاع الحياة ديالكم، كيف تكلموا، كيف تأكلون، كيف تشربون، كيف تنامون، كيف تلبسون، كيف تستيقظون، كيف تمشون، كيف تتعاملون مع الغير، كيف تبيعون وتشترون، كيف تتطهرون وتغتسلون، كيف تصلون، كيف تصومون، كيف تزكون، كيف تحجون، كيف تذكرون الله عز وجل. هذا كلها التعليمات في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا تبعناها غادي نحافظوا على الدين، أول الدين ديالنا، ونحافظوا على العقل، ونحافظوا على العير، ونحافظوا على النسب أو النسل، ونحافظوا على المال. هذه تسمى الكليات الخمس، لأن الدين ديالنا الحاجة اللي حللها الله عز وجل وحرمها فعندها مقاصد. الشرع ديالنا عنده مقاصد، ويسمى مقاصد شريعة، عنده الأحكام، عنده الحكام. الله عز وجل إذا حل لك شي حاجة ولا حرم عليك شي حاجة، أراه عندك إما فيه المصلحة أو فيه المضرة. لذلك ابن سعود رضي الله تعالى عنه يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيه سمعك، هذا النداء، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا سمعت الله عز وجل كيقول لك يا أيها الذين آمنوا، وخصك تسمع بكل جوارحك، فإما هذا النداء فيه الخير كي أمرك الله عز وجل به، كيقول لك يا عبدي طبق، وإما عندك فيه الشر، يقول الضر، يقول الله عز وجل بعد عليه. فعندنا التشريع والمشريع هو الله عز وجل. فما يأتي أحد يقول لك، البشر يقول لك أنا نشرع وأنا نبين لك المصلحة والمنفعة والمضرة، فأنت لا تعلم شيئا. الله عز وجل هو أعلم بنا، هو أعلم بنا. إذن عندنا الثوابت وعندنا المتغيرات. فالثوابت لا مجال للجدال حولها، لأن إلى عندنا النص في القرآن الكريم ما خصكش تجادل مع شي واحد مثلا يقول لك الخمر واش حلال ولا حرام، ما تجادلش معه، أغلق عليه الباب، لأنه لا جدال في مورد النص. واحد يجادلك يقول لك الربا ماشي حرام، فما تجادلش معه، لأن احنا من الأمور من المسلمات، من ثوابت حلال حرام، حرام حرام، وحلال حلال حلال. المتغيرات فيجتهدوا فيها العلماء، هذه الفروع، ولكن ماشي كل واحد يتكلم فيها، غير اللي جاي يتكلم فيها، ولا غير اللي بانت لنا انه دار جلابه ودار الحيه غادي نسولوه، ولا راه عنده شهاده راه قرا نسولوه. لا، الدين ديالنا خصنا ناخذه من مصادره ومن اهله. فالمتغيرات كتغير، ولكن
بأهله العلماء. مثلا كنا نشوف ونقرأ تعلمنا، والناس قديما مثلا كان يطوفوا حول الكعبة المشرفة، يطوفوا حول الكعبة العدد قليل ويطوفوا حول الكعبة. فبعد ذلك داروا الطابق الأول والطابق الثاني، فالعلماء اجتهدوا أجازوا للضرورة وأنه داخل الحرم، فكان الناس تطوف حول الكعبة المشرفة، لكن الآن يطوفوا الطبق الأول والطبق الثاني، والآن راه توسع أكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيز في الحج نفسه، يجيز النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة أن فعلوا شيئا فيقول لهم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. المتغيرة الدين مبني على التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. مثلا في الصلاة، الصلاة فنصليو وحنا واقفين قائمين، ما خصناش نصليو وحنا قاعدين. الفرض إلا صليت وانت جالس ومستطيع وقادر الصلاة باطلة، لأن الصلاة بالقيام، ومن فرائض الصلاة القيام لتكبيرة الإحرام، القيام لقراءة الفاتحة، هذا فرض. أما الإنسان إذا كان مريض، مريض مريض الإنسان ما يقدرش يوقف، واش نقولوا له لا واجب عليك تصلي، فرض عليك تصلي بالوقاف وأنت قائم؟ لا، الدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. جاء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابه مرض البواسير، قالوا يا نبي الله عز وجل اشكال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يصلي؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن استطع فبالإمام. إذن أنت صحيح تصلي قائم، وإذا ما قدرتش صلي وانت جالس، جالس بمعنى الإنسان يصلي جالس. احنا اللي كنشوفهم يصليوا على الكرسي هذا لا ينبغي، صلي جالس ما تصليش على الكرسي، إلا إذا ما قدرش توقف، إلا ما تقدرش توقف حينئذ تصلي جالس، إلا كنت تجلس وتوقف فصلي قائم ما تصليش على الكرسي، هذا خطأ. وهذه جر، هذه من 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 تقليد جابوه الناس من الكنائس، كنيسة يصلوا على الصلاة ديالهم على الكراسي، فبقوا تنتشر، بقات تنتشر هذه العادة في أوروبا يصلوا على الكراسي، ثم نقلوها لنا هنا، جابوها لنا نصليوا على الكراسي. فالسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قاعدا، صلي قاعد، إلا إذا كنت إلى جلست الأرض ما تقدرش توقف حتى يوقفوك، فحينئذ تصلي على الكرسي ولا على السداري ولا على كذا. أما أنت تستطيع توقف وتجلس فصلي قائما على الأرض، ولا تضع، بعض الناس يتنطع في الدين، وهذا هو التنطع، يتنطع في الدين، يفهم الدين غير يعني من نفسه. شفت واحد في واحد البيت يصلي قاعدا ويدير الوسادة ويسجد عليها، من أين أتيت بهذا؟ فصلي بالإمام فقط، انحني قليلا، انحني قليلا، ولا تضع لا الوسادة ولا شيء تسجد عليه، انحني وصلي، فصلي قاعدا، فإن استطع فعلى جنبين، يعني تكى هكذا وتصلي، أو بالإمام تناعس هكذا وتصلي، تصلي غير بالعقل ديالك، إن الله اقرأ وتركع هكذا، تهز الرأس ديالك ثم تدير سمع الله لمن حمده ثم تسجد، وهكذا هكذا الدين ديالنا. النبي صلى الله عليه وسلم بينوا لنا، وجاءوا العلماء فاجتهدوا
ولكن ماشي كل منه بواد أن يجتهد. أنا ما أقدرش أجتهد. فشروط الاجتهاد، الإنسان أولا أن يكون عالما باللغة العربية وتوابعها، اللغة العربية، النحو، الصرف، فالبلاغة، هذه لابد يكون الإنسان متقنا لها، مش يجتهد. ثم علوم القرآن الكريم، ثم الشعر، علوم اللغة العربية، ثم علوم القرآن الكريم، القرآن الكريم وعلومه، ثم الحديث وعلومه، وهكذا عاد باش يجتهد الإنسان. إذن فعندنا مثلا هذه الأمور اللي كتغير على حساب الشخص وعلى حساب الإنسان، وقد تتغير الأمور ولكن ما تبدلش، لا تبديل لكلمات الله. الأمور الدين ديالنا ما كيتبدلش، ثوابت لا تتبدل ولا تتغير، وإنما قد تأتي لحظة مثلا لا نعمل بها، مثلا للضرورة، أو نعمل بالحرام للضرورة، يعني ما هو واجب قد يتوقف للضرورة. أشنو الضرورة؟ إما أنه نقص منه وبدليل شرعي، أو نوقفه. فمثلا السارقة، قطع اليد السارق شروطه، فهو في القرآن الكريم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم. فعهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما كانش يقطع اليد، ماشي في عهده كل الخلافة، إنما وقعت المجاعة في واحد سنة عنده، وقعت المجاعة، ما لقوا الناس ما يأكلوا ولم يجدوا ما يأكلوا، فسيدنا عمر وقف تنفيذ حد الله عز وجل، حد السارق في قطع يده. علاش؟ لماذا؟ لأن الناس ما وجدت ما تأكلوا، ولكن لما رجع الخير فإذا به طبق شرع الله عز وجل، وبعده الخلفاء طبقوا حدود الله عز وجل. فالإنسان مثلا وجدناه مثلا يفعل الحرام، ولما سولناه قال لك والله لا أعرف، ما نعرفش أنا واش حرام ولا حلال، واش غادي يطبق عليه الحد، لأنه لا يعرفه، لا يعرفه. وهكذا كنوجدوا هذه الأمور تيسير، وتسير مثلا الصيام أو الصلاة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا النبي صلى الله عليه وسلم رخصة مثلا الإنسان يكون جالس حاضر غير مريض يصوم شهر رمضان، ومطيق وغير مريض يصوم شهر رمضان، ولكن إذا كان مريض يصوم ولا ما يصومش؟ كان مريض ما لا يستطيع أنه يفطر، إذا كان مريض يرجى برؤه، بعد برئه شفائه يقضي، وإذا كان المرض مزمن فيفطر ويفدي، ولا سافر، سافر مسافة قصرين، فالرخصة أعطاه الإسلام أنه يفطر أو أنه يصلي التقصير، جمع تقدير وجمع تأخير. إذن الدين ديالنا يفهم من هذين الضابطين أو القاعدتين أو الأصلين، الثابت والمتغير. الثابت ما هو ثابت؟ لا جدال فيه، ما عندنا ما نناقش فيه. والمتغير هو خاص بالعلماء، خاص بالمجتهدين. إذن فالإنسان حتى أولئك الذين ينقلون فتاوى العلماء، يجي واحد عند شي واحد يقول له الله يخليك هذه واش حلال ولا حرام، هذا ما عندوش الأهلية نتاع الدين نتاع العلم الشرعي ونتاع الفتوى، فيفتي له يقول له راني سمعت كذا وكذا، وهذاك عليه الإثم اللي جاي يفتي شي واحد بحاله،
يفتي شي واحد بحاله. فالناس تعدى على دين الله عز وجل بحال الغارق تعلق بالغارق. واحد غرق في الماء، غرق في الماء وغادي يتعلق به، تعلق اللي غادي ينقذك. واحد أعمى يتمشى في الطريق، يتمشى في الطريق وجا شي واحد أعمى يقودو، واش غادي يديه البر الأمان والسلامة؟ ها يديه الهلاك. الأعمى يقود الأعمى والغارق يغرق يتعلق يستنجدو بالغارق. لذلك الدين ديالنا لابد أن نسأل أهل الذكر ونسأل عن كل أمور ديننا. فالسلف الصالح كانوا لا يقدمون على أمر حتى يعلموا حكم الله فيه. بغيت نبيع نسول، بغيت نشري نسول، بغيت نعبد نسول، لأن الله يعبد بالعلم وليس بالجهل. الله يعبد بالعلم. السلف الصالح كان إذا بغوا يديروا حاجة غير صغيرة فيمشيوا للعلماء يسولوهم، وهذا كثير. مثلا في المدينة المنورة جاءوا البعض الإمام مالك، قالوا يا إمام بغينا احنا نحرموا هنا، نحرموا منا من المدينة. قال لهم لا، النبي صلى الله عليه وسلم ها منين حرم جحفة، هنا أبيار علي الآن، ها منين حرم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له احنا بغينا واحد الأجر، يعني بغينا نحرموا منا باش ناخذوا الأجر أكثر. أشنو قال لهم الإمام مالك؟ قال لهم أخشى عليكم الفتنة. فالله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأنك إذا خالفت أمر الله أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وقعت في الفتنة، وقد وقعت في الفتنة. فالفتنة هي مخالفة أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو الناس نفير إلى أن يخرج للجهاد في سبيل الله، فجاء واحد المشرك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد، عفوا ليس مشرك، منافق. جاء واحد المنافق جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو منافق، يعني المنافق يبغي يتعذر باش ما يخرجش للجهاد في سبيل الله لأن يخافوا أن تقع عليهم الدائرة. قالوا يا محمد يا أنا ما نقدرش نخرج معك، أرى غادي تخرج تجاهد تحارب الروم، والروم عندهم النساء ديالهم روميات وزعراوات وشقراوات، وأنا غادي نتفتن بالنساء ديالهم، أعطي لي الإذن باش ما نخرجش معك، إذن لي ولا تفتني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن لي ولا تفتني. فالله عز وجل قال ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا، يعني لما تخالف أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي الفتنة اللي انت وقعت فيها. فاللي طبق أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقع في الفتنة، وإنما وقع في أمان وسلام وهنا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.